أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة من العدوان على غزة، ونرصد فيها بطبيعة الحال أبرز التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية. إنسانيا، أعلن عن ارتفاع عدد الضحايا والشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 24 ألف شهيد جراء العدوان الصهيوني المستمر. لكن لافتا أيضا خلال هذه الفترة هو تواصل انسحابات ألوية الجيش الصهيوني من قطاع غزة وخاصة من شمالها، واليوم فقط أيضا الفرقة 36 انسحبت من القطاع، وإضافة إلى فرق أخرى وألوية أخرى أيضا تم سحبها وسط جدل كبير في الداخل الصهيوني والإسرائيلي بين قادة الكيان، خاصة أن بن غفير مثلا وقادة أيضا يمينيين متطرفين اعتبروا أن هذا الانسحاب إعلان هزيمة، وأنه يؤثر أيضا على بقاء قدرات حماس قوية وعلى تنفيذ أيضا هجمات مختلفة، خاصة أن القسام أعلن اليوم أيضا عن إطلاق عدد من الصواريخ على الكيان الصهيوني على بعض المدن قريبة من قطاع غزة. أيضا عربيا، هناك تصريحات لافتة من قبل المملكة العربية السعودية باعتبار أن الهجمات في البحر الأحمر هي مرتبطة بالعدوان الصهيوني على غزة، وأن الأمن والسلامة في البحر الأحمر يتأتى فقط من خلال العودة أو توقف الحرب في قطاع غزة. عن هذه المستجدات السياسية العسكرية الإنسانية يسعدنا أن نرحب بالأستاذ عامر حسن المختص في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية معنا في الاستوديو. أهلا بك أستاذ عامر. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام أينما كانوا. نعم، لنبدأ من المستجد العسكري، كيف يمكن تفسير هذه الانسحابات من قبل الجيش الصهيوني؟ وطبعا في الرؤية العسكرية العامة هو ارتباك صهيوني في مواجهة الحرب ويوميات الحرب داخل قطاع غزة. نحن نرى الخلافات العسكرية السياسية تتزايد يوما بعد يوم داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، نتحدث عن انتقاد لخطة الحرب حتى من أولئك الذين يدعون لاستمرار هذه المعركة، يعني وزير الأمن الداخلي هو من الذين يدعون لاستمرار حالة الحرب، ولكن لديه انتقاد لخطة الحرب، لديه انتقاد للانسحاب الذي تم من شمال قطاع غزة، هناك انتقاد من رئيس هيئة الأركان وهو الرتبة العسكرية الأعلى في إسرائيل للقيادة السياسية ممثلة في نتنياهو عندما تحدث عن أن غياب رؤية اليوم التالي للحرب تربك الخطة العسكرية ويمكن أن تسبب في خسائر. فهذه انتقادات يعني ما الذي تريد؟ هل الاحتلال مثلا؟ يعني الهدف غير واضح، هل الذهاب للاحتلال القطاع أم تدمير حماس كما يقول نتنياهو أم ماذا؟ ما هو الهدف؟ هناك طبعا خلاف داخلي كبير ما بين جناحين، جناح يدعو لاستمرار حالة الحرب واحتلال قطاع غزة، إجلاء سكان الفلسطينيين من قطاع غزة وخلق حالة تهجير خارج القطاع، وهذا هو الجناح المتشدد الذي يدعو لاستمرار حالة الحرب ويدعمه بشكل لافت رئيس الوزراء نتنياهو. هناك جناح آخر وهو أكثر موضوعية، يعترف بأن أهداف إسرائيل صعب التحقق، يعني أن تتحقق على أرض الواقع بالآلة العسكرية بما في ذلك استعادة الأسرى، هذا أمر شبه مستحيل بالقوى العسكرية، فرض واقع جديد في قطاع غزة بغير حماس هذا أمر يعني مستحيل، وأقرت به كل القيادات داخل منظومة الاحتلال الإسرائيلي وتغر به كل دوائر القرار في العالم الغربي. كذلك الأساس في هذه الحرب وهو تحقيق أهداف إسرائيل لم يتحقق من هذا هدف واضح سوى تدمير القطاع وإنهاك الآلة العسكرية الإسرائيلية وتكبد خسائر كبيرة جدا في الآليات. نحن يعني سمعنا بالأمس خطاب المقاومة وأن هناك 1000 آلية تم تدميرها، يعني هذا عدد كبير جدا في هذا القطاع الصغير، مع استمرار تهديد المقاومة الإسلامية لكل الأرض الفلسطينية المحتلة داخل العمق الإسرائيلي، وهذا يعني أن أهداف الحرب لم تتحقق، وبالتالي استمرار هذه الحرب بهذه الوتيرة يعني ينذر بخسائر كبيرة جدا لدى الاحتلال الإسرائيلي. وهذا الحديث هو حديث العسكريين يعرفون بالمنطق العسكري أن هذه الحرب خاسرة في حسابات القوة الإسرائيلية، وحتى أنها تعزز اهتزاز الثقة الذي تولد يوم 7 أكتوبر بالعملية الكبيرة لبركان الأقصى، هذا الطوفان الذي زعزع الثقة في إسرائيل، العملية البرية الآن تزعزع الثقة في مستقبل الجيش الإسرائيلي وقدرته على المدى الاستراتيجي في حسم المعارك. نعم، لكن ما هي الأسباب من وجهة نظرك لهذا؟ هناك من يقول أنه يراد من هذه القوات أن تذهب إلى الضفة الغربية، هناك من يقال بأن إعادة بناء القوة والهجوم من جديد، وهناك من يقول أيضا إتاحة الفرصة لقوات أخرى للدخول، من وجهة نظرك
ما هي الأسباب؟ هناك قراءتين يجب اصطحابهما جنبا إلى جنب. هذه المعركة لا يمكن قراءتها بعيدا عن نوابعها ومقاصدها الإيمانية. هذه المعركة معركة حق وباطل. هناك صراع، الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه الحرب، هناك طرف ينتصر للحق ويقاتل للحق، الله سبحانه وتعالى ينصره. هذه الفئة القليلة المستضعفة التي توجد في قطاع غزة من المقاومة كانت سببا أساسيا في زعزعة الثقة في الجيش الإسرائيلي، ابتداء لأنها غامت بعملية جريئة جدا يوم 7 أكتوبر، وانتهت إلى صمود كبير جدا جدا داخل تفاصيل المعركة اليومية بعد التوقف الإسرائيلي في قطاع غزة. يعني صمود المقاومة وبسالة المقاتلين والخسائر الكبيرة داخل الجيش الإسرائيلي، هذا عامل مهم جدا في عدم تحقيق إسرائيل لأهدافها. غدرة المقاومة على اتخاذ الإجراءات التي تضمن لها أهدافها الاستراتيجية، من ذلك الحفاظ على الأسرى في يدها، هذا أيضا ساعد في زعزعة الثقة في العملية العسكرية الإسرائيلية وزعزعة الثقة في الجيش الإسرائيلي. الخلافات ما بين الطبقة السياسية في إسرائيل والطبقة العسكرية التي تنظر إلى الحرب بموضوعية، والطبقة السياسية التي لديها مآرب من استمرار حالة الحرب، لأن توقف حالة الحرب يعني الذهاب إلى المحاسبة الانتخابية، يعني هذا التزعزع وهذا النزاع بين العسكريين والسياسيين. لكن ما هي الدوافع للانسحابات؟ الدوافع للانسحابات طبعا هو واقع العمليات العسكرية، هناك خسائر كبيرة للجيش. إذا كان لديك انتشارا في رقعة جغرافية محددة وتتكبد خسائر بمعدل عالي ولا تستطيع يعني قمع مصدر النيران، إذا كانت نيران مباشرة قريبة أو حتى النيران البعيدة من مدفعية وكذا، فبالتالي القائد العسكري لابد أن ينسحب، وهذا ما تسميه إسرائيل يعني تورية بإعادة الانتشار. إعادة الانتشار يعني الانسحاب من مواقع تحت ضغط المقاومة ثم النظر إلى كيفية العودة مرة أخرى. ولذلك نحن نلاحظ أن الاستهداف الجوي والمدفعي للقوات العدو الإسرائيلي في شمال قطاع غزة ازدادت في الأيام الأخيرة، وعلى قطاع غزة عموما، لأن سحب هذه القوات ولد بنكا للأهداف جديد بناء على مصادر التهديد التي جوبهت بها هذه القوة على الأرض. فهناك خلل في تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض بالمنطقة العسكرية، ولذلك تم سحب هذه القوات. الشيء الآخر أن تكوين الجيش الإسرائيلي، وهذه حقيقة يجب أن نركز عليها، الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يستمر في معركة لمئة يوم بنفس المقاتلين بدون تغيير المقاتلين، بدون تخفيف الضغط النفسي عليهم. ولذلك تكوين المقاتل الاحتلال الإسرائيلي ليس بالقوة التي تجعله صامدا في موقعه أو مهاجما بكثافة يتكبد الخسائر ويستمر في تحقيق الأهداف. لا بد من إبدال القوات، ولذلك نرى أن 350 ألف مقاتل تم توظيفهم لهذه المهمة، تم تخفيض قوات الاحتياط قبل أن يعني تباشر حتى القوات عملياتها داخل قطاع غزة بشكل كثيف، ثم سحب القوة والكتائب أثناء المعركة. انسحبت كتائب هي من الكتائب المحترفة، نحن نتحدث عن جولاني، نتحدث عن كتائب المدرعات، يعني هذه قوة وفرق وألوية كبيرة ومحترفة تم سحبها أثناء القتال نتيجة للضغط الكبير في ميدان المعركة. نعم، لكن ما هو التفسير لانطلاق صواريخ من نفس المكان الذي كان فيه قوات الإسرائيل؟ أن الرواية الفلسطينية التي قالت بها المقاومة من أنها جاهزة لكل الخيارات في حال دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة كانت أصدق من الرواية التي تنبأ بها الجيش الإسرائيلي وقال بها رئيس الوزراء، أن الدخول لقطاع غزة سيقمع حماس وسينهي قاعدة قوة حماس العسكرية وسيتم تدمير الأنفاق وسيتم إسكات النيران داخل القطاع. فكانت رواية المقاومة هي الأكثر صدقية لأنها كانت جاهزة بالفعل، وأنا أتوقع أن المقاومة لديها يعني شبكة أنفاق تكتيكية للعمليات الخفيفة، وهذا ما يمكن أن يكون قد ظهر في بعض عمليات تفكيك الأنفاق لدى الجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولديها شبكة استراتيجية استطاعت أن تحافظ عليها حتى بعد توقف الجيش الإسرائيلي وتجريف شمال قطاع غزة. كيف يمكن إخفائها؟ لأن وجود الجيش كان هناك في هذه المناطق بالذات، يعني بوجهة نظر عسكرية ميدانية أتوقع أن هذه الصواريخ تنقل من موقع إلى موقع
ولا زالت خلية الأنفاق الاستراتيجية تعمل بما في ذلك قطاع شمال القطاع. هناك قدرة على تحريك الصواريخ إلى وسط القطاع وإلى جنوب القطاع، ولذلك بعد دخول الجيش الإسرائيلي وبعد أن تم مقابلة هذا حتى الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة واجه مقاومة كبيرة، يعني لم تتوقف المعارك رجل لرجل في الشجاعية، في الزيتون، في جباليا، في كل المناطق لم تتوقف هذه المواجهات المباشرة. لكن الصواريخ هذه القدرة العالية للوصول إلى داخل العمق الإسرائيلي لا يمكن إخفائها في هذه الأنفاق السطحية ولا حتى في المباني، فبالتالي يعني قالب الرؤية أنها تم تحريكها من قطاع إلى قطاع داخل أنفاق استراتيجية لم تستطيع إسرائيل الوصول إليها، وهذا ما يعني يؤكد ذلك أن رشقة الصواريخ الأخيرة كانت كبيرة جدا واستفزت العدو الإسرائيلي وأكدت لغادة العدو الإسرائيلي أن الانتصار في هذه المعركة بعيد وبعيد المنال جدا. وهم يقولون ذلك يعني أنه وأن العام نفسه سيكون عام حرب، يتكلمون عن عام في 24 هو سيطول المعركة. تجد أن من ناحية سياسية ممكن؟ من ناحية سياسية تريد الطبقة السياسية استمرار حالة الحرب، حتى الذين يناوئون نتنياهو خياراتهم ورهاناتهم السياسية ليست بعيدة عن الحرب، وإنما يتحدثون عن نوع آخر من الحرب، عن عمليات نوعية، يتحدثون عن رؤية أخرى لقطاع غزة، لكن يتحدثوا في إطار الحرب. ولذلك الإسرائيليين عموما هم خلف الحرب، ولكنهم يعرفون أن الحرب بهذه الطريقة التي تجري في قطاع غزة هي خسارة كبيرة جدا لجيشهم، وخسارة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وخسارة كبيرة جدا للاستقرار. وقد بدأنا نسمع أيضا انتقادات من قطاع المال والأعمال أيضا. نعم. التكنولوجيا خاصة لاستمرار هذه الحرب. سأعود إليك. أنا أشك أن إسرائيل ستستمر في القتال. سأسألك عن هذا الموضوع يعني. أشك في ذلك. المدة كم؟ وسأسألك حول هذه القضية. نعم. لكن دعني أيضا نذهب إلى الأستاذ معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطين خارج أيضا. كيف ينظر أيضا للمعركة مع هذه المستجدات، انسحابات في ظل أيضا تباينات في الكاد الإسرائيلية من شمال غزة، أيضا تلويح من قبل بعض القادة أيضا لاستمرار المعركة لأكثر مما جرى أو مما جرى من 100 يوم السابقة. نعم، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. أهلا. بلا شك أنه بعد أكثر من 100 يوم من طوفان الأقصى ومن حرب الإبادة الجماعية التي شنها الكيان الصهيوني بكل ما آلته العسكرية مدعوما بشكل أساسي من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية تحديدا بريطانيا وفرنسا، أعتقد أنه يعني تثبت أن المقاومة الفلسطينية كما بدأت منذ اليوم الأول، وصرح أبو عبيدة الناطق باسم المقاومة بأن المقاومة الفلسطينية جاهزة ومستعدة، وأنه خيار الأمثل لتحرير الأسرى الإسرائيليين كان هو الصفقة الجميع مقابل الجميع. يعني رأينا بعد 100 يوم وبعد تهديدات وبعد ارتكاب كل أنواع الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين، اليوم نتكلم عن 24,300 شهيد تقريبا مقابل أكثر من 61,000 جريح، وتدمير كامل للبنية التحتية في غزة وحصار وتجميع. كل هذا لم يثني المقاومة عن الثبات والصمود، كانت حرب ضد المدنيين، في المقابل كان المقاومة تسخن العدو الصهيوني وجها لوجه على الأرض، وكنا نرى الفيديوهات التي كانت تبثها المقاومة. يعني 100 يوم ولم يحقق الكيان الصهيوني مثل هو مفلس. اليوم نرى أنه في ما زالت تصريحات مستمرة، لكن على أرض الواقع نرى انسحابات، نرى أنه في صد كبير للمقاومة لهذا الهجوم الصهيوني، وأعتقد أنه هي مسألة وقت فقط قبل أن ينكفئ نتنياهو. يعني اليوم حتى الجبهة الدعم للكيان تخلخلت، يعني رأينا تراجع في مواقف بعض الكثير من الدول الأوروبية الدعم للكيان الصهيوني، ما بقي حتى الولايات المتحدة، تمت خلاف بين الإدارة الأمريكية بايدن مع مجرم الحرب نتنياهو. في النهاية المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني تحديدا، حتى نكون يعني نعبر عن الواقع، الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بالبقاء في أرضه يرفض التهجير القسري، وأيضا يدعم ويحتضن المقاومة الفلسطينية التي كانت على العهد والوعد واستطاعت أن تثبت أن هذا العدو لا يملك إلا أن يستهدف المدنيين فقط، لا يملك أن يحقق أي من أهدافه العسكرية، الأهداف العسكرية التي يعني صرح عنها نتنياهو وكانت شبه مستحيلة وقتها، اليوم ثبت أنها مستحيلة يقينا،
وبنسمع اليوم اصوات في الاعلام الغربي، يعني الصوت القائد في الاعلام الغربي بدات هذه الصفات تظهر الى السطح، وبدا الكلام علاني عن ضروره وقف الحرب والقبول بهدنه او بصفقه تبادل اسرى مع المقاومه الفلسطينيه. نعم، اذا تفسيرك لهذه الانسحابات بانها نهايه للحرب ام ربما استمرارها بطريقه مختلفه؟ نعم، الحرب يعني الحرب اصلا، يعني اذا اردنا ان نتكلم عن الحرب بالمعنى العام فالحرب مقامه منذ 17 عام، يعني حاله الحرب بين المقاومه الفلسطينيه والكيان الصهيوني لم تكن هناك حاله هدنه طويله او هدنه مؤقته، على العكس كانت حرب حاله دائمه، لكن انا اقصد الهجوم البري والاجتياح البري الذي قام به، وكان له هدف واحد واساسي او هدفين رئيسيين، كان الهدف الاول هو القضاء على المقاومه نهائيا، وايضا تحرير بين قوسين الرهائن سموهم الاسرى، هذان الهدفان لم يتحققا. ربما ستبقى فتره يعني الحصار على غزه المطلق، لكن في النهايه هذا الكيان لا يستطيع ان يستمر اكثر من ذلك في هذه الحرب، وهذا الامر له ارتباطات او له ارتدادات كثيره على مستقبل هذا الكيان، لانه 7 اكتوبر لم تكن حدثا عاديا، يعني 7 اكتوبر في القراءه الاستراتيجيه كانت ضربه للكيان، وازالت هذا الكيان ربما من اذا لم تزيل غيرت صوره هذا الكيان عند الكثيرين، حتى عند حلفاء هذا الكيان، حتى عند الدول المتطرفه. هذا الكيان ما قبل 7 اكتوبر ليس مثله بعد 7 اكتوبر، هذا الكيان تضعضع كليا، كان قاب قوسين او ادنى من الانهيار التام لولا التدخل الامريكي والاوروبي، وهذا امر رايناه اكثر، يعني حاليا ممكن اكثر من 300 طائره امريكيه ومساعدات مستمره ودعم مطلق كان في جانب هذا الكيان، في النهايه لم يحقق اي من اهدافه. بهذه القراءه نستطيع ان نقول ان الحرب المعلنه والتي كان لها اهداف ولها هي التي قاربت على الانتهاء، وفي النهايه المقاومه يعني الفلسطينيه اختارت ان هذه الحرب ستنتهي، ان هذه يعني اهداف هذه الحرب لن تتحقق بالقوه العسكريه التي على الانتهاء، الهدف الوحيد او الطريق الوحيد لانهاء هذه الحرب هو وقف اطلاق النار، ومن ثم يبدا التفاوض عن الاسرى الجميع مقابل الجميع، وطبعا في شروط اخرى طلبتها المقاومه واعلن عنها حتى قاده الكيان الصهيوني، انه هناك مطالب كثيره لحماس بن قوسين كان يعبر بهذا الامر، لكن هي في النهايه انه الفشل تحقق، وطوفان الاقصى التاريخ لن يعود الى الوراء، لن يرجع وضع غزه الى ما قبل 7 اكتوبر، الشعب الفلسطيني دفع ثمن باهظ جدا في ظل صمت يعني عربي مطبق جدا وعالمي على هذه المجازر، ودعم غربي لا محدود، اعتقد ان المقاومه الفلسطينيه بعد 100 يوم لن تتراجع قيد انملة عن اي من مطالبها وعن اي من شروطها التي وضعتها للتفاوض. نعم، لكن هل تجد ان الان ايضا التصريحات الامريكيه وايضا الاوروبيه عن الحاجه الى بحث المستقبل السياسي للقطاع وحكومه فلسطينيه موحده او غيرها مناسبا قبل وقف الحرب؟ هذا الكلام كان من اليوم الاول، يعني اليوم الاول كان وما يزال يكرر الان هذا اذا قبل ساعات من قبل المفوضه السياسه الخارجيه الاوروبيه بوريل، وسيبقى يكرر لانه كما يعني سيبقى يقرر كنوع من الضغط السياسي على المقاومه الفلسطينيه، وهو يعني هي اطروحات بعيده عن الواقع، يعني هي اطروحات بعيده عن الواقع نهائيا، والمقاومه كانت واضحه في هذا الامر، يعني لن تتولى سلطه اخرى الاداره في غزه الا بموافقه المقاومه، سواء كانت هذه السلطه يعني بالضروره حتى ستكون سلطه وحده وطنيه فلسطينيه الى اخره، لكن الحل الواضح اليوم ويتمسك فيه بالمقاومه هو يعني وقف اطلاق النار ابتداء ومن ثم الحديث، وهذا الامر عن الغاء دور المقاومه وتحديدا حماس، هذا امر يعني ليس خارج السياسه ايضا وخارج الاطروحه السياسيه، هذا امر يحاول يعبر فيه عن الفشل، يعني لم يتقبل نتنياهو حتى الان فكره ان هذا الكيان بعد 75 عاما من انشائه ومن الدعم المطلق ومن العنجهيه ومن اسطوره الجيش الذي يقهر ومن تفوق هذا الكيان، ان ياتي هذا الكيان ويصبح بعد 100 يوم من الحرب الذي ترك وحيدا ليحقق اراده لم يستطع ان يحقق شيئا،
فهو يريد على الأقل أن يخرج بصورة المنتصر، يصنع صورة نصر على الأقل سياسيا من خلال أطروحات يعني من قبيل من قبيل عفوا إيجاد سلطة بديلة. وإذا بدنا نربط التصريح ببعض ربما اليوم كان في حديث واضح وعبر يعني وتكلم فيه وزير خارجية أمريكا بلينكن أن الدول العربية ترفض إعادة إعمار غزة لأنها لا تريد أن ترى غزة مدمرة بعد عام. هذا بدلل على أنه يبحثون عن إنهاء هذا الوضع بأي طريقة. نتنياهو يدرك أن ليس فقط انتهاء مستقبل السياسي، أيضا انتهاء بين قوسين إن سمي مستقبل هذا الكيان بات على المحك، وبالتالي هو لن يقبل بأي شكل أنه يعني يعترف بالهزيمة، ولا أعتقد أنه سيكون تنحيته أو سيكون تراجعه جبرا، ورغما عنه هذا مرتبط تماما باستمرار المقاومة، وهذا ما نراه فعليا على أرض الواقع، يعني ما نراه على أرض الواقع تماما عكس ما يصرح به مجلس حرب وزراء مجلس حرب التيار السوري، وهذا واضح من اليوم الأول. فهذه التصريحات لم تعد لها قيمة حتى في الإعلام العبري. نعم، إذن الخلاصة أن هناك هزيمة إسرائيلية يراد التعويض عنها بنصرا سياسيا من خلال الضغط على المقاومة الفلسطينية وعلى أيضا لنقول القيادة الفلسطينية عموما السياسية وغيرها لتحقيق ولو بعض النصر من خلال هذه الضغوط كما ترى. نعم صحيح. نعم، إذن شكرا لك أستاذ معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، كنت معنا عبر الهاتف. ونذهب إلى استراحة أعزائي المشاهدين ثم نعود لمواصلة هذه التغطية المستمرة من العدوان الصهيوني على غزة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة من العدوان الصهيوني على غزة. أيضا في إطار ردود الفعل أو التصريحات، هناك تصريحات عربية الآن أو اليوم في دافوس تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة. هناك أيضا بلينكين يقول أن العرب رفضوا تمويل إعمار غزة إذا كانت إسرائيل ستدمرها في العام التالي، وحول المواقف العربية وعما إذا كانت مؤثرة أم هي ما تزال خارج التأثير. يسعدنا أن نرحب بالأستاذ سالم الجهوري الصحفي والباحث في الشؤون الدولية. أستاذ سالم، ربما تابعت بعض التصريحات بن فرحان وزير خارجية السعودية، أيضا الوزير خارجية الأردن، أيضا هناك نقد شديد لمنع وصول المساعدات لإسرائيل، أيضا تصريح لبلينكين بأن العرب رفضوا تمويل إعمار غزة ما دام إسرائيل ستدمرها في اليوم التالي. كيف تجد هذه المواقف العربية في هذا الإطار؟ كم وأيضا على مشاهديكم أينما كانوا. الحقيقة يعني أمر مستغرب، يعني يتحدثون عن إعمار غزة، الحرب لا زالت قائمة، والموقف العربي أو ردود الفعل العربية منطقية إلى حد كبير يعني في هذا الجانب. ما الذي يضمن أن هذا الإعمار الذي سيتم من قبل الدول العربية لن يدمر من قبل يعني عمليات إبادة من جيش الاحتلال؟ في نظري أن هذه يعني يراد لها أن يؤخذ الرأي العام إلى مسار آخر مختلف يشغلهم عن ما يدور في غزة. من حق العرب نعم أن يرفضوا، ما هي الضمانات؟ يعني القضية ليست قضية يعني تخصيص مبالغ وتخصيص أيضا الكثير من المليارات من أجل أن يتم إعادة الإعمار. هم أهلنا ولهم الحق
في أن يتم إعمار وإعمار يعني ما دمرته هذه الحرب المجنونة الشعواء التي لا ترحم لا بشر ولا حجر ولا مدر ولا ما هو يعني يدب على أو قائما مستقيما على قطاع غزة. الحقيقة اليوم إسرائيل تعيش أزمة داخلية، أزمة الخلافات في مجلس الحرب لديها، وأزمة أيضا التباينات بين أحزابها. هناك فريق من يريد أن يوقف الحرب، وهناك فريق من لا يوقف الحرب، وهناك جنرالاتها يتحدثون عن أن الحرب سوف تستمر حتى نهاية 2024. ما يقوله حقيقة بلينكن هذا ليس وقته الآن. هل يعني تتم المساومة العرب على أنهم إن يقبلوا بالإعمار أو سنستمر في تدمير غزة؟ يعني إذا كانت هناك من قوة لدى الاحتلال عليه أن يواجه المقاومة وليس المدنيين في المستشفيات وفي المساجد وفي أيضا المنازل وفي البنايات، وأيضا الذين يطلب منهم إخلاء المنطقة والذهاب إلى مناطق آمنة ثم يستفرد بهم في الطريق ويتم قصفهم، ثم يتحدث رئيس الوزراء بأن الجيش الإسرائيلي أو جيش الدفاع كما يطلقون عليه هو من أكثر الجيوش التي تطبق المعايير. كنت حقيقة أتوقف عند هذه الكلمة لأنها ليست أو ليس وصفا في محله. ما يدور هذه مذبحة، ومذبحة تاريخية، ومذبحة لا يمكن للمجتمع الدولي أن يعني يقبل بها. هذا في الجانب الإنساني لا يقبل بها. يعني ربما البعض تابع الشهادات التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي في قبل يومين في الكونغرس، وكم من محتج قاطعه ولم يترك له مجالا. عليهم كانوا أن يرون مدى قياس مؤشر الشارع الأمريكي الذي يرفض هذه الممارسات، والذي يتحدث عن وصمة عار للأمة الأمريكية وللغرب أيضا في أوروبا. حقيقة يعني الأمر، ثم يخرج وزير يتحدث عن رفض العرب لإعادة الأمر. طيب ما كثير من دول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، يعني قدمت ما لديها، كل دول مجلس التعاون وسلطنة عمان قدمت ما لديها من إمكانيات لإعادة أعمار غزة. تم ضرب هذه المنشآت، وتم يعني حرمان أبناء غزة من الخدمات. يعني لم نشاهد في التاريخ أن يتم حرمان شعب بريء ليس له علاقة بالحرب، أن يتم منعه من شرب الماء أو أن يتم منعه. لكن أستاذ سالم اسمح لي، ولو على استحياء، هل تجد العرب ما زالوا مؤثرين في هذه المسألة، في هذه القضية؟ أن الدور العربي يعني لا زال دورا ضعيفا في هذا الجانب. الحقيقة كنت أتمنى أن يستخدم العرب بعض الأوراق عندما ترتفع وتيرة العدوان الوحشية إلى هذه الدرجة، أن يستخدم العرب بعض الأوراق، وهذه الأوراق متاحة لديهم، أو الأوراق على الأقل يعني بطرد السفراء الإسرائيليين من بعض العواصم العربية. هذه خطوة حتى تبلغ يعني إسرائيل بأن يعني النقطة قد فاضت من الكأس. هذا أمر. الأمر الآخر، لديهم ممرات مائية يمكن أن يعني يكون لهم موقف فيها، كما يعني يحدث الآن من بعض المواقف العربية في اليمن. الحقيقة هناك مواقف كثيرة يمكن اتخاذها، هناك ضغط جماهيري، يمكن أن يطلق الضغط الجماهيري على أراضي فلسطين المحتلة. هناك خيارات متعددة، لكن حقيقة هذا الصمت العربي صمت يعني لا نستطيع أن نجد له تفسيرا بعد 100 يوم من هذا العدوان والتنكيل والقتل والتدمير. وفي النهاية يتحدث الإسرائيليون بأن الحرب سوف تستمر، وإننا نقاوم أيضا الضغوط الدولية من المحكمة الدولية والأمم المتحدة ومن العواصم الغربية بإيقاف الحرب. هذه يعني لم تحدث إلا هذه المرة في التاريخ. هناك أيضا تصريح لافت لبن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية بأن الأمن أو الملاحة في البحر الأحمر أو التهديد الملاحي في البحر الأحمر هي مرتبطة بحرب غزة، وأن وقف حرب غزة سيؤدي إذا إلى تأمين الملاحة في البحر الأحمر. تفسيرك لهذا التصريح اللافت، وما هي الرسالة التي تريد المملكة العربية السعودية إيصالها لنقل لحلفائها الأمريكان والأوروبيين؟ كلام منطقي حقيقة، يعني من يعني معالي وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وهذا ربط
بأن افتعال الأزمة في البحر الأحمر لم تكن صدفة، وإنما لها جذور ولها أيضا مقدمات ولها أيضا توازن في مصالح الدول المتشاطئة على البحر الأحمر. وبالتالي إذا كانت إسرائيل لا تسمح بإدخال الماء والغذاء والوقود والدواء والإسعافات وسيارات الإنقاذ وكذلك معدات الإنقاذ الذين يعني تحت المباني، حتى اليوم نحن نتحدث اليوم عن ما يقارب من 11 ألف مفقود تحت هذه البنايات التي تحتاج إلى يعني شهور حتى يمكن معرفة من الأحياء تحتها ومن الأموات. أنا في نظري أن يعني هذا التصريح تصريح مرتبط بالقضية ومرتبط بما يحدث في غزة، وبالتالي إذا كان الغرب وإذا كان إسرائيل يريدون أن يعزلوا ما يحدث في البحر الأحمر عن ما يحدث في قطاع غزة، أنا أعتقد أنهم يغردون خارج الصندوق. نعم، وهذه رسالة ربما هي مهمة والتأكيد مهم أيضا من قبل السعوديين على هذه المسألة. أستاذ سالم الجهوري الصحفي والباحث في الشؤون الدولية، شكرا لك على وجودك معنا هذا المساء أيضا عبر الزوم. أستاذ عامر، فيما يتعلق بالأمريكان ودورهم، استمعنا تصريحا اليوم لسلفيان وهو مستشار أمن القومي الأمريكي يقول بأن اليوم التالي سيكون هناك أمن إسرائيل، وهو ركز على هذه المسألة، أيضا حكومة فلسطينية بدون إرهابيين بين قوسين، وأيضا تطبيع مع إسرائيل. كيف تفسر مسألة التصريحات؟ وطبعا هل هناك تقدم لنقل الإدارة الأمريكية عندما رأت أن الحكومة في دولة الاحتلال الإسرائيلي متأخرة كثيرا عن مخاطبة شواغل اليوم الثاني ومخاطبة شواغل نهايات هذه الحرب، بدأت التصريحات الأمريكية ترسم الملامح كشيء من الضغوط على حكومة تل أبيب، يعني تحدد هي لكي تذهب هي أيضا كذلك لطرح رؤيتها، لأن الرؤية الغائبة حتى اليوم حتى على مجلس الحرب داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي هي رؤية نهاية هذه الحرب، كيف ستنتهي هذه الحرب وما هو اليوم التالي لهذه الحرب في قطاع غزة وداخل حتى إسرائيل. يعني الناس يتحدثون عن اليوم التالي في قطاع غزة وكأن هذه إرادة مطلقة لإسرائيل التي سترسم اليوم التالي في قطاع غزة. أنا أقول نتيجة لهذه العمليات الواسعة ونتيجة لطوفان الأقصى وما تبدل من مشهد عسكري يومي ويعني وصول قادة الاحتلال الإسرائيلي العسكري لقناعة أن تحطيم المقاومة الإسلامية في قطاع غزة أمر مستحيل، أنا أتساءل عن اليوم التالي في إسرائيل. ما هو اليوم التالي في إسرائيل؟ كيف ستبدو إسرائيل بعد نهاية هذه الحرب؟ أزمة هل سيعود السكان لغلاف غزة؟ أشك في أن السكان سيعودوا لهذه المستوطنات في غلاف غزة. هل سيعودوا إلى المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان؟ أشك في أن المستوطنين سيعودوا. فهناك واقع جديد تشكل بناء من يوم 7 أكتوبر. هذا الواقع تعزز نتيجة لهذه الحرب البربرية التي تمت في التوغل البري وعدم إحراز هذه النتائج. عدم إحراز النتائج يعني الإنحناء إلى إرادة الطرف الآخر وهي المقاومة الإسلامية. إذا كنت أنت عسكريا لم تحقق أهدافك التي أعلنتها، فبالتالي أهداف الطرف الآخر سيتحقق منها جزء الكبير إذا لم يتحقق كل هذا بناء على تصفيات نهاية هذه الحرب. فأنا أقول ما هو اليوم التالي في فلسطين في إسرائيل؟ تصريحات سلفيان، هل تعتقد أنها عروض أمريكية أم ربما خطوط عريضة للتفاهمات من تحت الطاولة؟ هي محاولة لجر الموقف الداخلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعني لنقاش الصورة لنقاش الفترة القادمة، هي تشجيع للقوى السياسية داخل الاحتلال الإسرائيلي وكذلك رسالة إلى العسكريين داخل لتبنوا هذه المواقف ويقوموا بالضغط على رئيس الوزراء. يعني هذا واضح وظاهر. الآن بايدن يواجه مشكلة كبيرة جدا، أقل يعني تأييد لرئيس أمريكي في 15 عام هو لبايدن حاليا. هناك مخاوف حقيقية من تأثيرات مواقف الولايات المتحدة في المنظمة الدولية على المدى الاستراتيجي على مواقف الولايات المتحدة ومواقف الدول الأخرى دائمة العضوية في ملفات دولية أخرى قد تكون أكثر حساسية في كوريا الشمالية في أوكرانيا حتى على آسيا البعيدة عندما نتحدث عن تايوان وغيرها. فهذا يفتح بابا كبيرا جدا، هناك مخاوف حتى من اتخاذ إجراءات أحادية بواسطة الصين مستقبلا، كيف ستواجه أمريكا هذا إذا كانت المجموعة الدولية والبيت الدولي المتمثل في مجلس الأمن كان مهزوما بإرادة الفيتو الأمريكي ولم يتحقق الحد الأدنى من التفاهمات الدولية حتى
بين الأخطاب المختلفين يعني في الأزمات الدولية. إذا هذه الخطوط العريضة الثلاثة لنقول هي توضع للإسرائيل، توضع للإسرائيل ربما هي ضمن تفاهمات لجر الحبل من هذا الغارب الذي يقوده نتنياهو في لج الحرب والذهاب إلى لجة هذه الحرب لمزيد من الصدام واستمرار حالة الحرب داخل فلسطين. لكن نسمع أصواتا داخل إسرائيل تقول أن الحرب قد تستمر أشهر إضافية أيضا، لكن هل هذه منطقية؟ يعني يمكن أن تستمر أشهر، ولكن هل لدى الجيش الإسرائيلي القدرة على أن يستمر لأشهر في مقارعة المقاومة الإسلامية التي نراها على قطاع غزة بهذه القوة؟ هل لديه القدرة على إعادة الدخول مرة أخرى إلى القطاع الشمالي هذا سؤال لقطاع غزة وإنهاء وجود حماس عليها؟ إذا كان 100 يوم من الحرب بكل هذه الضراوة بكل هذه الشراسة العسكرية ومواجهة عسكريا، هل قوات انسحبت من مكان قد تعود إليه مرة أخرى؟ طبعا صعب جدا، تجربة يعني عسكرية صعب جدا، لأن الأرض التي انسحبت منها تم تعزيز وجود القوة المناوئة لك على هذه الأرض وهي المقاومة الإسلامية. المقاومة الإسلامية أصبحت أكثر دراية بتكتيكات العدو الإسرائيلي داخل قطاع غزة، أصبحت أكثر دراية بواقع جغرافية الأرض بعد هذا التهديم وهذا الضرب. يعني هناك 30,000 هدف تم استهدافه جويا وبالمدفعية البعيدة والصواريخ، فبالتالي هناك واقع جديد لطبوغرافيا الأرض بالنسبة للمقاتل. الآن يتموضع المقاتل الفلسطيني بشكل أفضل من المقاتل في جيش الاحتلال الإسرائيلي. الآن تستطيع حماس أن تنقل صواريخها من قطاع إلى قطاع داخل هذه العقد القتالية، وتستطيع أن تستهدف إسرائيل من القطاع الجزء الشمالي. فبالتالي هناك أيضا موقف عسكري معقد جدا حول خان يونس وفي الجنوب. يعني حتى الآن حاولت مرارا وتكرارا الدخول لهذه القلعة الحصينة، حاولت الدخول إلى مجموعة هذه المخيمات الموجودة، ولكن إذن من منطق عسكري بحت أن المكان الذي خرجت منه إسرائيل لن تعود إليه بقوات أخرى. أنا لا أقول أنها لن تعود إليه، لكن إذا عادت إليه ستتكبد خسائر أكبر من المرة الأولى. لأن قدرة المقاومة على إعادة التموضع أصبحت أكبر وقادرة على التعامل مع هذا الأمر بشكل يعني أكثر أثرا على قدرة على قدرات الجيش الإسرائيلي المحتل. نعم، على السياق الأفكار الثلاثة التي طرحها سلفيان، لا تظن أنها أيضا ضمن طروحات تطرح مع العرب؟ هناك مع فكرة واحدة، مع الأردن، هناك مع فكرة واحدة يبني على أو فكرتين من هذه الثلاثة أفكار، هو ما تركز عليه الولايات المتحدة وما تركز عليه إسرائيل، وهي أمن إسرائيل والتطبيع. ويتحدث عن أن اليوم التالي للحرب يشمل أمن إسرائيل، يشمل إعادة حالة التطبيع مع دول المرحلة. أما الحديث عن دولة فلسطينية فهذا خداع أمريكي، وأمريكا لا تسعى لهذا الهدف ولم تعزز هذا الهدف، لأن اتفاقات أوسلو كانت قبل 30 عام تنتج هذا الواقع، واقع أن تكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة لديها القدرة على أن يعيشوا فيها بحياة كريمة. أمريكا لم تعمل طوال هذه 30 عاما، لأن العقل الأمريكي هو يعني يفكر كما تفكر تل أبيب وكما يفكر العدو الإسرائيلي للخداع يعني، وهذا هو من باب الإلهاء السياسي فقط. إذا أريد أن نعلق على الموقف العربي، لأنك تحدثت نعم مع ضيفك الكريم، أنا أفتكر أنه ما حدث يوم 7 أكتوبر وفر بيئة ممتازة للتملص من التزامات التطبيع مع العدو الإسرائيلي. نحن نعرف بواقع الحال منذ كام ديفيد بعد حرب 73 وكام ديفيد في 75 و76 أن حالة التطبيع هذه فرضت على الأنظمة العربية بسياسات الجزرة والعصا الأمريكية، وتم تطويع هذه الأنظمة للقبول بحالة التطبيع، وكانت عملية طويلة جدا استمرت لحوالي 50 عام، وأورثتنا في نهاياتها هذه الاتفاقية التي أريد أن تبسط على هذه الأرض وهذه البقعة من الجغرافيا العالم، الاتفاقية الإبراهيمية التي سقطت يوم 7 أكتوبر. يعني الموقف الذي تشكل بعد 7 أكتوبر، هذا الصمود الكبير للمقاومة الإسلامية والصمود الكبير للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، كان يمكن أن تستفيد منه هذه الأنظمة في أن تتحلحل من التزامات التطبيع وأن تتملص من ضغوط التطبيع التي أجبرت عليها إجبارا، لأنه ليس هناك قوة سياسية عربية وإسلامية عاقلة تسهب إلى التطبيع
إرادة حرة، إنما ذهبت إلى التطبيع بناء على إرضاء أمريكا ومصالح، بناء على ضغوط داخلية، بناء على تهديدات خارجية على أنظمة الحكم هذه، بناء على ضغوط مجتمعية يعني تبع المشاكل الاقتصادية وتم حلها ببرامج اقتصادية من صندوق النقد الدولي بإعانات، يعني كانت كلفة هذه أن يذهبوا إلى التطبيع. هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، وفرت بيئة سياسية للتنصر التطبيع، لكن اجتماعية، لكن من الواضح أنها ما تزال هدفا شعبية كان يمكن الاستفادة منها في أن يتملصوا من التزامات التطبيع إذا ما أطلق للفضاء الشعبي أن يعبر عن نفسه في هذه المعركة. يعني إذا كان هذه الأنظمة تركت الشعوب أن تعبر عن نفسها بحرية في موقفها من هذه الحرب التي تدور في غزة، كان يمكن أن يستولد من هذه الضغوط الشعبية مواقف سياسية لها تبرير كبير جدا تتملص به من هذه إجراءات التطبيع. لكن من الواضح أنها ما تزال هدفا لأمريكا، أيضا لبعض الدول العربية التي تجعل من التطبيع أيضا هدفا لها لتحقيق مكاسب أخرى في سياقات مختلفة. هو هدف طبعا استراتيجي للولايات المتحدة، وهدف استراتيجي لإسرائيل أن يتم التطبيع في هذه البيئة يعني جعل إسرائيل واقعا موجودا في هذه البيئة. لكنها لا تستطيع تجاوز الفلسطينيين بطبيعة الحال. طبعا بأي حال من الأحوال 7 أكتوبر غيرت كثير جدا، يعني حتى الاتفاقية الإبراهيمية لن تمضي إلى الأمام ولن تكون هناك إجراءات تطبيع جدية في المدى القريب، يعني لا أتوقع ذلك. نعم صحيح. أستاذ عامر حسن المختص في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية، شكرا لك على وجودك معنا هذا المساء، كما أشكر كذلك أيضا أعزائي المشاهدين الأستاذ سالم الجهوري صحفي والباحث العماني في الشؤون الدولية الذي كان معنا أيضا عبر الزوم، وأيضا الأستاذ معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الذي كان معنا عبر الهاتف. وأشكركم بطبيعة الحال، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من هذه التغطية المستمرة من العدوان الصهيوني على غزة، وفي أمان الله.